مستشتوي يعني ايه تمنع اصلا قيد القضاء وقيد وكلاء النيابه او تسقط قيدهم من نقابه المحامين. يعني القاضي وكيل النيابه اللي هو اصلا اول لما اتخرج تم قيده في نقابه المحامين، انت النهارده عايز تشطب قيده من نقابه المحامين؟ هو انا عندي كان نقابه محامين خريج كليه الحقوق اللي بيتقدم للنيابه العامه، بدايه بيقيد عندي في نقابه المحامين في جدول المشتغلين. تمام. اما بيروح يقدم للنيابه العامه بياخد ورقه من نقابه المحامين لتقديمها لوزاره العدل، وبتبقى الورقه دي من مصوغات تعيين معاون النيابه. فانا بالتالي كنقابه المحامين انا لو منعت اعطاء هذه الشهاده اللي بتعتبر كمصوغ التعيين، انا هوقف تعيين وكلاء النيابه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل. ده بدايه. فخريج كليه الحقوق بيقيد في نقابه المحامين، وبعد كده بيقدم في النيابه، يجي ياخد من عندي انا كنقابه ياخد شهاده ان هو مقيد في نقابه المحامين، بتبقى دي مصوغ تعيين، فانا امنح. دي اول حاجه. ثانيا عندي القضاء والداخليه اللي بيطلع معاش، بغض النظر عن اللي طالعين عدم صلاحيه، كده اللي بيطلع عدم صلاحيه ما بيقيدش في نقابه المحامين، ولكن اللي بيطلع معاش بيروح يقيد في نقابه المحامين، بيبقى محامي نقض او محامي استئناف حسب مده عمله في الداخليه او في القضاء. انا اوقف قيدهم بنقابه المحامين، فبالتالي كل اللي هيطلع معاش من القضاء او من الداخليه مش هيعرف يقيد عندي في نقابه المحامين. هستأذنكم اقتراح تنظيم. احنا عندنا دلوقتي المفروض جلستين. في اقتراح بوقف قيد القضاء وقيد وكلاء النيابه اللي هم اصلا ما بيشتغلوش وما بيبداوش حياتهم الا عن طريق ان هم اصلا يبقوا مقيد بنقابه المحامين. فالى اي درجه انتم كمحامين مستعدين لوقف قيد القضاء وكلاء النيابه في مصر؟ الله يشوف، انا احنا نقابه القانون. نقابة القانون اقدرش اتعامل بمنهج اقصائي، لكن انا القاضي اللي يثبت انه هان المحامي وعامله على غير ما يقضي القانون اثناء جلوسه على المنصة بيقين لازم اوقف قيده. القاضي اللي احين الى الصلاحية انك وطرده سجل نادي القضاء او القضاء مش ممكن اقبله انا عنه، وهيكون عندي سند من القانون. يعني اي قاضي ارتكب تجاوزات او عضو نيابه ارتكب تجاوزات احيل لصلاحيه اولا لسبب مخل، ده انا لازم ما اقبلوش. كمان ايضا لائحه نقابه المحامين بتديني الحق لعشر محامين واكثر اذا شافوا ان القاضي اثناء جلوسه على المنصه عامل المحامين على غير ما يقضي به القانون، ان احنا بنسجل طلب نوقف قيده في نقابه المحامين. انا مع ده.